بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنكمل في المصطلحات الطبية، ناخد الجهاز العضلي والجهاز العظمي. ربط المحاضرة هتشوفوه بعد التسجيل إن شاء الله. هناخد بعض الجذور، وورد روت اند ديفينيشن، المسميات. أرثرو يعني مين جوينت، يعني مفصل. أرثرو مفصل. بورسو أو بورسا، البورصة هذه عبارة عن نسيج اللي بيكون مع تحت الأربطة عشان تسهل حركتها، ما زي يكون يعني حاجة بتسهل حركة التندون انقباضه وانبساطه. كاربو اللي هي الريست، اللي هو الرسخ. كاربال بون الريست. كوندرو اللي هي تيجي معناها الكارت اللي هو غضروف، يعني عندما أقول التهاب الغضروف بقول كوندرايتس وليس كارتلايتيس. كلافيكل اللي هي عظمة الترقوة، كلافيكل اللي هي عظمة الترقوة. الكوكسيج كوكسيكو كوكسيجو اللي هي الكوكسيكس اللي هي العصعص، اللي هي نهاية العمود الفقري. الكوست اللي هي الريبس، يعني كوستال كيج مثلا قفص الصدر اللي هي الريبس. كرينيو اللي هي السكال، كرينيو اللي هي السكال، اللي هي السكال معناها الجمجمة. الفيمر أو فيمر اللي هي عظمة الفخذ، العظمة الكبيرة. فيبيولا اللي هي عظمة اللي هي الشظية، اللي هي العظمة اللي جنب في عظمة الرجل من تحت الساق، اللي هي جنب عظمة الساق، اللي هي العظمة الخارجية بنسميها الفيبيولا، وعظمة الشظية. الهيومراس اللي هي عظمة العضد، اللي هي الجزء العلوي من الذراع. الهيومراس اللي بتبقى شابكة بين الكتف للكوع يعني. الإليام والإسكيام هذه كلها عظمات البون، إليام أند إسكيام عظمات البون. المانديبل مانديبيولو أو مانديبل مانديبيولو أو مانديبل اللي هي الفك السفلي، مانديبل الفك السفلي، مانديبل الفك. نقول مانديبيولار ابسس او مانديبيولار بون او كذا، اللي هي الفك. ماكزيلو او ماكزيلا اللي هي الفك العلوي، الفك العلوي. ميتاكاربال بون اللي هي العظيمات اللي في اصابع اليد، الميتاكاربال والكاربال بون اللي هي الكاربال بون زي ما قلنا لعظمات الرسخ، والميتاكاربال بون اللي هي عظمات سلميات الأرض، الكف الإيد والفلنجيز اللي هي بتيجي الأصابع. الميتاتارسال بون اللي هي عظيمات المشط الرجل، هذيك مشط الإيد ميتاكاربال، هذه ميتاتارسال مشط الرجل. ماسكيولو ريليتد تو ماسل، ماسكيولر والماسكولر بين أو ماسكولار تندون أو ماسكولار تيشيو. مايو برضو هاي معناها مصل عضلات، مصل معناها العضلة، مايو معناها عضلة. مايلو اللي هي تيجي هاد معناها البون مارو، إيش يعني البون مارو؟ نخاع العظام. أوستيو برضو بون معناها عظم، أوستيو لما أقول التهاب العظام أوستيو مايلايتس، أوستيو مايلايتس. الباتيلا اللي هي صابونة الرجل، الباتيلا اللي موجودة صابونة الرجل اللي هي اللي في مفصل الركبة. بيلفو اللي بيلفس أو الهبون، يعني ريليتد للحوض والهبون عظم الحوض أو البلفس الحوض. فالنجيز اللي سليمات الأصابع، فالنجيز اللي هي سليمات الأصابع، فالنجيز. البيوبس برضو هم تيجي منطقة البيوبس جزء من عظم الحوض، اللي هي التقاء العظمتين مع بعض اللي في الحوض. من الحوض طبعا لو قسمناه بالنص شكله متساوي، الإليا والإسكيام والبيوبس بون. الراديو ريدياس اللي هي عظمة اللي هي الريدياس بون اللي هي في الساعد، في عندنا في الساعد في عندنا ريدياس بون والنار بون، يعني الألنا اللي هي العظمة القوية الجوانية والريدياس اللي هي العظمة الخارجية.
اللي هي الساكرة، أو الساكرة برضه بتيجي للعجز الموجود في العمود الفقري. سكابيولو أو سكابيولا اللي هي عظمة لوحة الكتف، سكابيولا. سبوندولايتس اللي هي فرتبرا، بتيجي معنا سبوندولايتس بيجي معنا فرتبرا. فرتبرا اللي هي فقرة من فقرات اللي هو العمود الفقري. ستيرنو related to sternum، الستيرنم اللي هو عظمة القص. تينو أو تندونو، تندون معناها الوتر، تندون معناها الوتر. تيبيا اللي هي عظمة الساق القوية اللي تحت هذا الرجل. ألنا اللي هي عظمة داخلية للساعد، في عنا عظمتين الألنا والريديوس. الفرتبرو برضو عن related to vertebra، أخذناها في الشريحة اللي قبل، بيجي معناها برضو الفرتبرا، كمان قلنا بيجي معناها سبوندولاي سبنديليو. نيجي اللي هي برضو السفكس والبرفكس، في عن أرتيكيلو معناها جوينت، أرتيكيلو جوينتس. أكسي أو أكسس محور معناها. إبي عارفين إبي إلى أبوف يعني لفوق، أون أور أبون. فايبرس يعني تتكون من يعني أنسجة ليفية، كومبوز أوف فايبرس تيشيو. جين ذات جينيريت، يعني كلمة جين جينيريشن اللي عملية تخليق أو توليد. مايو برضو هذا معناها مصل، يعني هاي المصل إحنا ماي مصل، في كذا صار لفظ للمصل أو كذا برفكس، هاي مايو مايلو ماسكيلو، كلها ريليتد للمصل. في عنا الأورثو معناها فيت، أس معناها بون، وهناك أخذنا بون برضو معناها إيش كمان، بون أخذنا هنا معناها يعني الإسكيا. أوسيو برضو بون معناها كمان مرة، أوستيو بون، وهنا برضو أس معناها بون. أوستيوبون أوستيوبون تنتين أوستيومبون حسب، يعني هل في هذا زي نهاية على الكلمة، نهاية مثلا بيري أوستيوم ما فوق البيري أوستيوم. ميتا فيسز وداي فيسز، فيسز معناها growth or growing يعني نمو العظم. أورثو يعني المسكولر سبيشاليست، بعض المصطلحات التي تعود إلى تخصصات العظام. أورثوبيدكس يعني اللي هي medical specialty that treat disorder involving the musculoskeletal system، اللي هي يعني أي تخصص يتعامل مع جميع العضلات والعظام اللي موجودة في جسم الإنسان، يعني أي تخصص يتعامل مع أي اختلال في الجهاز العظمي والحركي أو العضلي. لما نقول إحنا orthopedics department قسم العظام، طب ايش اخصائي العظام بصير اسمه؟ ما هذا بصير اسمه اورثوبيدست، اورثوبيدست اللي هو فيزيشن ذات سبيشالايز ان ذا تريتمنت اوف ماسكولوسكيليتال سيستم، هو الطبيب المتخصص في علاج امراض او اختلالات اللي هي العضلات والعظام. اورثوبيديك سيرجري اللي هي جراحة العظام، لما نقول اورثوبيديك سيرجري ديبارتمنت قسم جراحة العظام. هذا برانش اوف ميديسين يعني فرع من فروع الطب، ذات سبيشالايزد ان ذا تريتمنت اوف ذا ماسكولوسكيليتال سيستم اند اوبريتيف بروسيجر، و اللي هو الاجراءات العمليات والجراحيه، مثلا عمليه جراحه، عمليه اي بروسيجر في العظام. اورثوبيديك سيرجون اخصائي جراحه العظام، فيزيشن ذات سبيشالايزد ان ذا ماسكولوسكيليتال سيستم اند بيرفورم اوبريتيف ماسلز operative procedures، يعني هو الطبيب الجراح متخصص في جراحة أو أي إجراءات جراحية في العظام. هذه البون سيل تايب يعني مثل المعرفة. الأوستيوبلاست اللي هي هذه اللي بتشكل الخلايا العظمية. أوستوجينيك سيلز اللي هي ستيم سيلز ديفلوب انتو ذا أوستيوبلاست، يعني هذه بتتكون في الأوستيوبلاست. Osteoclast function of the resorption of the and destruction of the bone tissue matrix.
يعني هذه اللي بتعمل مال على إعادة وهدم الخلايا. أوستيوسيس اللي هي الخلية من تين بون تيشو. Structure of function of the skeletal system يعني تركيب وظائف الهيكل العظمي. Axial skeleton اللي هو المحوري اللي هو الجهاز. احنا السكيلتون بتاع جسم الإنسان بيتكون من جزئين، الهيكل المحوري والهيكل الطرفي أو الأطراف. يعني الهيكل المحوري اللي هو عمود الجهاز العظمي. Axial skeleton اللي هو المحوري إيش بيشمل؟ سكال الجمجمة، الفقرات الفرتبري، الريبس اند ستيرنم. These bone form axis of the skeleton. هذه العظام بتشكل اللي هو الهيكل المحوري للسكيلتون، للهيكل العظمي. يعني القفص الصدري والستيرنم والفرتبرا والسكال. ممكن نضيف معها الحوض كمان. بون، ايش البون؟ ايش العظم؟ العظم هو يعتبر نسيج من أنسجة الجسم. يعني في عندنا خلايا عضلية وخلايا عصبية وخلايا دموية وخلايا أنسجة عادية، كل هذه برضو العظم نوع من الخلايا. Bone is a connective tissue that is dense مركزة ومكثفة، hard قوية، and make up the framework of the muscle اللي بتشكل الإطار العام للهيكل العظمي. الجوينت اللي هو المفصل is an articulation where two bones meet، يعني كل عظمتين بدهن يلتقين في مكان لازم يلتقين خلال المفصل. يعني كل عظمتين بدهن يلتقين مكان أو التقاء عظمتين مع بعض لازم يلتقوا من خلال المفصل. مثلا عظمة العضد مع عظمة الساق، الرجل مع الفخذ، المفصل الكتف مع الكلافيولا. وين ما في التقاء عظمتين في بينهم مفصل. البيري أوستيوم، البيري means around، أوستيوم اللي means bone، is an a thick fibrous connective tissue that cover the bone. هذه نوع من الأنسجة الكونكتيف بتغطي اللي هي العظام. Synovial fluid اللي هو السائل synovial، هذا السائل بيكون موجود داخل المفصل عشان يسهل عملية حركة العظام مع بعضها، ما يصيرش احتكاك وما يصيرش رب. The synovial fluid is an lubricating fluid. Lubricating fluid يعني سوائل هي ملينة أو مسهلة، زي الزيت في موتور السيارة. كيف الحديد بده يتحرك؟ بده يكون في زيت للسيارة، وهم بيكون زي مادة زيتية عملية تعمل ليونة وتزييد أو تسهيل حركة العظام في المفصل. Which reduce the friction، بتقلل الاحتكاك between the two bones. يعني بتقلل الاحتكاك بين العظمتين. Where is the joint is formed، من خلال تكوين المفصل. Synovial joint، synovial joint represent the majority of the joint in the body. يعني معظم المفاصل في جسم الإنسان هي synovial joint، فيها كبسول وفيها سائل synoviali. There are freely movable and allow for ease movement between bones. هذه المفاصل الحركة فيها freely مريحة وسريعة، وبالتعبير بيتحرك المفصل بحرية، بتعطينا حركة سهلة في جميع الاتجاهات، زي مفاصل الركبة، مفاصل الحوض، مفاصل الكوع. هذه كلها synovial joint. تندن هي الأربطة. تندن اللي هو الوتر. تندن الوتر يعني لما أنا أتني إصبعي، هذا بكون أنا وتر سحب. لما أتني إيدي برضو في وتر، مع طبعا مع العضلات. تندن are cord like band، يعني عبارة عن زي شكل الحبل. باندر of fibrous connective tissue that connect bone to the muscle. يعني هذا التندون هو اللي نهاية العضلة وبيمسك العضلة مع العظمة. يعني اللي لقيت العضلة كيف بدها تمسك في العظمة، يكون نهايتها زي الحبل، بصير زي الكورد، هذا رفيع زي ما تشوفوه. هذا اللي بيعمل عملية انقباض، بيمسك في العظمة. لما تنقبض العظمة أو تنبسط هو اللي بيساعد في عملية تحريك الطرف.
الفرتبرا اللي هي الفقرة is one of the bones of the spinal column. هي يعني الفقرة عبارة يعني عن جزء من عظام اللي هو العمود الفقري. نيجي هان لأنواع العضلات. أنواع العضلات تايبس اوف ماسل، في عنا كاردياك ماسل، استرياتد انفولنتري، استرياتد يعني زي شكل طبقات فوق بعض، انفولنتري ملناش تحكم فيه، سكيلتال ماسل، استرياتد فولنتري، يعني استرياتد برضو طبقات، فولنتري يعني أنا لما بدي ألعب كورة بتحكم، لما بدي أرفع أحمل حاجة بتحكم أنا، بدي أقوم بدي أقف، هذه كلها أنا بتحكم فيها. سموث مصل اللي هي العضلات الرفيعة جدا زي في الأمعاء والغدد في العين والحاجات اللي هذه فيها اللي هي نون استرياتد ما فيش فيها طبقات كتير. انفولنتري طبعا غير يعني لا نستطيع التحكم فيها زي عضلات التنفس الهضم والأمعاء والحاجات هذه كلها من ناحية أنواع العضلات. نيجي ناخذ هيك جزء بسيط منها. الكاردياك ماسل لعضلات القلب ماسل كاردياك ماسل از ماسل ويتش از سترييتد لايك ذا سكيليتال ماسل يعني لها طبقات زيها زي عضلات الهيكل العظمي اند اندر انفولنتري كنترول واحنا ما بنقدرش نتحكم فيها لايك سموث ماسل يعني لقيت انا في نبضة القلب عضلات القلب اللي بتعمل انقباض القلب بقدر اتحكم في نبضة اسرع ولا ابطئ لا سمول ماسل بقدر انا اتحكم في حركة المعدة اوقفها ولا معاه لا This type of muscle is found in the heart only يعني الكاردياك ماسل بس نوعية الأنسجة اللي فيها موجودة في القلب فقط. Contractile tissue أنسجة ذات خاصية انقباضية. Contractile tissue is a tissue that has the ability to reduce in size or length in response to the stimulus. يعني الكونتراكتايل تيشو الأنسجة ذات الانقباضية أو المرنة يعني لها قدرة على تصغير حجمها أو تطويل حجمها حسب الاستيمولاي اللي بتعرض له. مثلا لو بدي أمشي بدي يعني أطول العضلة وبدي أقف بدي أقصر العضلة بدي أرفع أمد إيدي بدي أطول العضلة بدي أضم إيدي بدي أطول أقصر العضلة. المصل إيش هي المصل؟ عضلة برضو أنسجة is a kind of tissue composed of fibers الألياف that are able to contract causing movement تستطيع الانقباض عشان تعمل حركة في اللي هي الجسم. أنا إيدي لما اتنيها ما اتنتش لحالها صارت العضلة اللي فوق انتنت انقبضت فسحبت مع التندون سحبت اللي هي الطرف. skeletal muscles اللي striated muscle العضلات الهيكل العظمي. skeleton is the supporting framework. skeleton هو اللي يعني زي ما نقول احنا زي الحديد في العمارة والعمدان هو اللي بيمسك اللي هو البناية وهنا السكيلتون هو اللي بيمسك جسم الإنسان بخليه واقف بخليه يمشي بخليه يطلع يتدرج يجري يتحرك فهو المحور أو الأساس أو العمود السبورت بتاع الجسم. skeletal muscle control the voluntary movement of the body حركات عضلات الجهاز العضلي هي اللي بتتحكم في حركة الجسم. skeletal muscle also is striated muscle. smooth muscle الحركات العضلات الناعمة أو الصغيرة. smooth muscle as involuntary not under conscious control يعني غير يعني مقدرش نتحكم فيها ويعني لا نقدر يعني مش في تحت سيطرتنا. smooth muscles is found in the organs of the body such as gut. gut معناها الأمعاء the airway للتنفس and also blood vessels برضو الانقباض الشرايين والأوردة ما نقدرش نتحكم فيه هذه smooth muscles. في بعض الإجراءات المسميات للفحوصات والإجراءات الجراحية في العظام نأخذ منها arthrosynthesis. arthrosynthesis اللي الارثروسنتيز معناها عملية شفط أو سحب سوائل أو دم من المفاصل. arthrosynthesis use a needle
to puncture joint to withdraw fluid، يعني استخدام نيدل إبرة، طبعا إبرة بتكون خميلة شوية سميكة، نخترق فيها اللي هي المفصل ونسحب to withdraw fluid. This procedure is used to obtain sample of synovial fluid to diagnose this condition. وفي بعض المرات بيعطوا في الأرثرو بيعطوا يعني علاج زي الديبومودرول والحاجات هذه. أرثروغرافي، أرثرو معناها جوينت، جرافي معناها تصوير، is a method that used to radiography to visualize incision، يعني عملية تصوير المفصل نشوف إيش فيه. Also this method used to radio big contrast media، ممكن نستخدم في هذه استخدم مواد اللي هي تظهر في الأشعة radio big contrast مادة معتمة في الأشعة عشان تبين وين في خلل أو وين في يعني خشونة، وين في إنجري إصابة. أرثروبلاستي، بلاستي معناها ترميم أو تصليح أو تجميل أو علاج أو إعادة وضع. أرثروبلاستي the use of surgery to restore، restore اللي هو نعيد الشيء إلى موضع الطبيعي نرجعه تاني. ري معناها إعادة، ستور اللي هي نرجعه لمكانه، موبيلتي ريستور موبيلتي عشان نرجع الحركة في المفصل زي ما هي. تو ا بينفول جوينت اور وان وذ ديجنريتيف تيشو باي ريكونستراكتيف اور ريبليسمنت، يعني عملية استرجاع الحركة في المفصل أو المفصل فيه آلام أو المفصل اللي صار فيه تهتك في الأنسجة من خلال يعني ريكونستراكشن إعادة ترميم أو ريبليسمنت أو تغيير المفصل. أرثروسكوبي، أسكوبي طبعا عارفين إنه إحنا اللي هي منظار، ممكن يعمل منظار يشوف المفصل إيش فيه، وكمان ممكن يعمل أرثروسكوب سيرجري اللي عملية بالمنظار. The use of endoscope inserted in the small incision to visualize and examine the inside of the joint، يعني بيدخلوا اندوسكوب طبعا له آلية معينة عن طريق فتحة بسيطة بنجرح جروح to visualize عشان نشوف and examine the inside of the joint عشان نشوف ايش بداخل المفصل. bone densitometry، bone densitometry، densitometry bone عارفينها denso او denser related لك الكثافة، متر اللي هو القياس، يعني هذا الفحص بقيس قديش كثافة المادة العظمية في العظمة، يعني بشوف العظمة فيها هشاشة ما فيش فيها هشاشة، العظمة قوية ومتماسكة. bone densitometry is a method of determining the mass of the bone، بشوف قديش الكتلة العظمية الموجودة في العظم. by measuring the absorption of radiation by the skeleton، بشوف قديش يعني الفحص قديش مدى امتصاص يعني الأشعة في عملية في السكيلتون، يعني نرى لما تيجي تصور زلمة اختيار كبير تلاقي العظم عنده فيها هيك مخوخ، يعني زي الحاجة المخوخة، لكن الشاب تلاقي العظمة بيضة بيضة في الصورة اللي هي دليل إن العظمة قوية ومتماسكة. بوني جرافت، يعني جرافت احنا لما نقول زي رقعة بالعامية، يعني نيجي ناخد عظمة ونزرعها في مكان تاني، أو جلد بنزرعه وبنغطي في مكان تاني. جرافت is an organ taken from one person and inserted into another person، يعني بناخد جزء أو عضو أو جزء من العضو بناخده من شخص وبنزرعه في شخص آخر، هذا الجزء. ممكن أوتوغرافت برضو ناخد من نفس الشخص نزرع فيه من نفسه. also graft tissue is taken from site of one person and inserted to another person or to the same person or to the same person، يعني ممكن من اللي هي يعني بناخد من نفس من جزء معين في شخص بنزرعه في جزء تاني في نفس الشخص أو من نفس الشخص. وفي ناس بيعملوا عملية الحروق الكبيرة بيعملوا عملية يعني زي جرافت، سكني جرافت بنسميه. في ناس بتلاقي عنده العظمة متهتكة كتير ممكن ياخدوا جزء من عظمة ويرجعوا في العظمة. البون مارو اللي هو النخاع العظمي، بون مارو is an spongy like material found in the inner cavity of the bone، اللي هو هذا البول مارو اللي داخل بتلاقيه في نص العظمة، لو حد شاف طبخت خروف ولا حاجة تلاقي المادة بعد الطبخ، المادة البولامية هذه اللي هي لا هي لحم ولا هي دهنة، السبونجي لايك زي الاسفنجي، يعني found in the inner cavity of the bone في داخل يعني التجويف العظمي اللي موجود في العظام.
لو هذا الشفت على الطبق في عجل أو في كذا ببين إنه موجود فيه. بون سكان عملية اللي هي التصوير أو المسح البون البول العظم with the fuse image produced by emission of radio wave machine particle to video visible. عملية مسح للعظام بالتصوير ممكن بالرنين المغناطيسي أو كذا. الكترومايوجرام تخطيط العضلات EMG الكترومايوجرام is method used to measure the action potential. شوف قديش سامح بقول لك انا ايدي بقدرش ارفعها، رجلي بقدرش احركها، بدوب بمشي عليها بتوجعني، بيجي بقول له اعمل تخطيط للعظم، بشوف هل العضلات هل العضلة قوية او لا. في عنا الماجنتيك ريزونانس ايمج، كل هذا في كل الاعضاء الجسم، في عنا بنعمل سي تي صورة مقطعية وماجنتيك ريزونانس ايمج، يعني احنا بنكررها مرار في كل شابتر. Procedure used to produce image by the creation of magnetic field to give details information about the bone or about any organ. Prosthesis. أنا prosthesis إيش معناها؟ Prosthesis اللي هي حاجات تنحط في جسم الإنسان تعويضية لتأدي الغرض. Prosthesis replacement of missing part such as limb or joint using artificial part. يعني إحنا بنستخدم اللي بيسموه الاستعاضات الاصطناعية. يعني مريض بيركبوا له طرف رجله انبطرت، بيركبوا له طرف عشان يمشي عليه. مريض مفاصله انهارت وتعبت، بيركبوا له مفصل. كمان بروثيسز ممكن لأي جزء، مثلا واحد فقد عينه بيركبوا له عين قزاز، واحد بيركب ضبة، هذا كلهم برضه بروثيز. يعني شغلات بتنحط للمريض لتعويض، يعني لاستعادة الوظيفة أو التخفيف من الإعاقة للإنسان. disease of the condition of muscular cells. atonic tonic معناها القوة. atonic ضعف أو ارتخاء. atonic refers to the lacking normal bone tone as the muscle that's flaccid. يعني تلاقي العضلة مش بقوتها، بتفقد حدتها، المصلة مرتخية، فلسد مرتخية ضعيفة. atrophy ضمور العضلة. is atrophy in a muscle decrease in size، بتلاقي حجمها قل في الحجم وفي نشاط العضل. as a result of lack of physical exercise، يعني واحد مريض وطريح الفراش ما بيعملش اكسرسايز ولا بروح، بتلاقي العضلة بتضعف، يعني عنده بتضعف تضمر. or some type of neurological or muscular disease، او ممكن بعض الامراض اللي بتصيب العصب او بتصيب العضلة. لكن احنا بنمشي بنلعب رياضة، عضلاتنا بتقوى يعني بتضلها محافظة على حالها. الكاربنتانيل سندروم هذا is painful disorder of the wrist and hand. بتلاقي في ناس كتير خاصة اللي بيشتغلوا في الأعمال الكتابية بيكتبوا كتير، بيستخدموا يعني يدهم كتير في العمل، بصير عندهم ألم في الريست وكفة الإيد، هذا بيسموه بصير ضغط ليش على العصب. And hand cause of the compression of the median nerve of the hand. عشان في ضغط على العصب الأوسط في الإيد، فممكن بيعملوا لها عملية بسيطة في العيادة الخارجية، بيعملوا فتح وبيعملوا ريليزنج، بيقيموا الضغط الريليزنج البرشر أو الأدهيجن التصاقات اللي على النيرف. Dislocation location معناها موقع. Dislocation يعني العظمة زاغت عن مكانها أو العضلة أو كذا. Dislocation is the displacement of the part of the body from the original position. اللي عملية إزاغة. Displacement برضو زي dislocation. Place معناها مكان، جزء من the body from its origin. يعني لما نقول واحد كتفه انخلع، رجله التوت، عظمته زاغة، يعني فهنا المفصل، فهنا صار في عندنا الجزء اللي في المكان اللي راح عن موضع الطبيعي. Fascia. الفاشل عبارة عن connective tissue membrane، عبارة عن غشاء that varies in thickness and density found in the body، الموجود في جميع أنحاء الجسم، ممكن يكون تغطي في العظام، تغطي في الأنسية، وين ما كان. flaccid برضو flaccid معناها ارتخاء أو ضعف. flaccid means limb and without tone، يعني فيش فيها قوة ولا شد. such as muscle that weak flabby ضعيفة مرتخية.
and lacking normal tone. ما بتقدرش يعني مش بالحدة ولا بالقوة تبعتها. نقول احنا البيب مريض عنده فلاسيد ماسل او فلاسيد لم، اطرافه مرتخي، العضلات مش قادر يقف، مش قادر يحرك ايديه. فراكشر كلنا عارفينها معناها الكسر. لما نقول البون فراكشر في البون، في الفيمر بون يعني كسر في عظمة الفخذ. Fracture is a traumatic injury to the bone، يعني إصابة نتيجة إصابة في البون ممكن تؤدي إلى الكسر أو للشرخ في العظمة. In which normal continuity of the bone has been disrupted، يعني العظمة ما صارتش مستمرة، صار فيها كسر، صار فيها شرخ، صار فيها injury. في عنا الأشكال اللي هي بتصير في يعني التقوسات في الهيكل العظمي، في الخاصة في الفيرتيبرال كولوم، اللي هي الكيفوسيز واللوردوزيز اند سكليوسيز. الكيفوسيز is abnormal condition of vertebral column. There is an increase in the convexity in the curvature of the thoracic spine. يعني convexity بصير تحدب. convex بصير يعني المريض بيمشي محودب زي اللي طلع له كتب في ظهره. هذه بنسميها كيفوزس. لردوسز عكس، لردوسز عكس. لردوسز از ان ابنورمال كونديشن اوف ذا فيرتيبرال كولوم، اللي هي العمود الفقري، ان ويتش ذير از انكريز ان كونكافيتي ان ذا لامبر سباين. كونكافيتي معناها اللي هي التحدب، هذه الكونفكسيتي اللي هي عملية التحدب، هذا عكس الانحناء إلى الخلف. لوردوسيس كيفوزس انحناء الى الامام، واللوردوسيس انحناء الى الخلف. الماسكولار اتروفي ديستروفي اسف يعني ديستروفي برضه صار عندنا دي جينري ترانسميتد ديزيز، جينيتيكال ترانسميتد، من المريض بيولد فيه ضعف في العضلات فروم ميوتيشن اوف ذا جينز، يعني طفره صارت في الجينات في المريض خلال الجين. ذات ميك بروتين ديسربشن ذات ريزلت ان progressive atrophy of the symmetric group of skeletal muscle. بصير عندنا ضعف في العضلات المتماثلة في السكيلت، مثلا عضمات الإيدتين مع بعض أو الرجلتين مع بعض. مايالجيا، ألجيا معناها pain، مايل عصلة العضلة، مايالجيا اللي هي pain in the muscle. مايوباثي، مايوباثي باثي معناها ايش قلنا زمان، اللي هي المرض او الديزيز. مايوباثي، مايوباثي، مايوباثي اللي هي المرض. مايو ماسلز وباثي ديزيز. مايوباثي is abnormal condition of the skeleton muscle characterized by muscle weaknesses and muscle wasting، اللي هي اي خلل في العضلات الهيكل العظمي. إما هذا الخلل بيكون ضعف في العضلة أو ضمور wasting، يعني أنا weakness ضعف في قوة العضلة، wasting ضعف في شكل العضلة حجمها بقل. osteoarthritis هذا مصطلح مركب two roots فيه و one suffix osteo bone arthri اللي هي المفصل. osteoarthritis is a form of arthritis in which one or several joints under go generative change، اللي هي يعني عدة مفاصل مع العظام بصير فيها degenerative change، تغيرات تهتكية في المفصل. rheumatoid arthritis اللي هي المفاصل، الروماتيزم المفاصل. rheumatic refers to rheumatism. rheumatoid arthritis is a form of arthritis that causes chronic inflammation. بصير عندنا التهابات مزمنة في المفصل، destruction and deformity of the joint، بصير شكل الجوينت بيختلف، بيضعف، بتغير، بصير في deformity في الشكل. rheumatoid arthritis has been known as to have autoimmune component، يعني معظمها autoimmune disease بسموها، المريض ممكن يصير من نفسه. هذه اللي هي السلام عليكم.